قوى. لا منظر الاستاذ متاخر، انا في المتوسط وما كان عندنا سيارات في القريه، واللي بيروح المدرسه يروح يوقف على الخط ويشتري، يجينا واحد من العيال مع سياره اللي يركب في الصندوق واللي يركب فوق الكبوت جدول اي لين نوصل المدرسه. واقوم ذاك اليوم وكان ما كان فيه شنط، كان معنا سبت سي. ولا سجاده اللي كتبنا فيها وبكريه. المهم وجي المدرسه، انا انسان في المدرسه سيده يعني منتظر، يعرفون الاستاذ الاساتذه ان الرجل هذا انه، وتاخر 3 ايام بسبه المواصلات، واليوم الثالث يطلعوننا 4 معي عرابجه المدرسه، العرابجه عواده ساقطين 23 سنه شيبه بين صغار وجيهم فيها الضيم حتى توصل مرحله انهم يضربون المدرسين. المهم وانا واقف جنبهم يسعيلون هناك والرجال قال ويجيبون لي برتقالي يحطون جواها عصا عرفته، وعاين فيهم الرجال طع 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 ما يتحركون. قلت يا ولد ظهرنا خفيف انا قلت جلست انت ابو للليل وخر وجهي من اول عند العراب جذولي اللي وخر يده يستلمونه. الله لا يهينك ثاني اخدمك بعرسك بالمرات يلا الله يجيك يا ولد. وانا مد يدي وهو يسوقني بالاولى، ما ضربني في يدي لا خطا، ضربني في قلبي. حسيت فيها هنا كرهت الاستاذ هذاك كره العمى. وكان معي واحد من عيال عمي اسمه عبد الناصر، يوم شاف عبد الناصر درويش انا عبد الناصر بدون درويش انا ودي ابكي بس اني مستحي ولا ادري كيف اسوي، ويضربني الثانيه والثالثه، ويجي واحد من عمي يوم ويجي الرابعه ويمسكها اسمه عبد الناصر من العراب القديمين. عبد الناصر درويش معروف سم درايش درايش كمل كمل درايش ورش الدرويش درايش الناصر درويش. المهم وتقبس عاد قام قام يبوس قال عصا وش قال صاحب البوكس يعني قال اجلدني بدالها ولا شيء ولا شيء، وعين الاستاذ وتضارب هو الاستاذ. والله اني اذكره انه ما اخذ عقال الاستاذ وانه يضربه قدام الطلاب يعني خذاها من المدرس. ايه العموم ثابت اسمع علي 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 اي هذا موقف من ضمن المواقف. انا بالمدرسه جيد دراسيا جيد. كم ترتيب المرحله الاول على القصيم كامل في الثانوي؟ اي والله 3 سنين كلها. ان كان بك خير تعال مدرستهم وشوف ملعبهم. تعال والله كرمني من القصيم 3 سنين ورا بعض. ما شاء الله. لكن اسمع الكلام مو بين اسمع بالمتوسط ما انساه ثاني متوسط هي المرحله الدراسيه اللي انا